حج الإنابة، ما هي شروط حج الإنابة؟ بعض العلماء يقول أن يكون قريبا له، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء، فالأهل هم الذين يقضون ما يجب على الهالك أو الميت، فما يجب عليه يقوم عنه وليه. فلذلك بعضهم يقول منع أن يكون الحج عن الغير مطلقا إلا إذا كان قريبا له، وبعضهم أجاز عن الغير إذا كان عن الغير. الأمر الآخر أنه إذا كان يريد أن ينوب عن الغير يعلم حاله، حتى بعض العلماء قال إذا كان يعلم بأنه فاسق ليس بصالح يخبر أهله أنه لن يدعو له بالرحمة. بعض العلماء قال يقول ينبغي له أن يشترط لهم، يقول أنا بصير أحج عنه لكن سامحوني، هذا هو وحده ما راح من نفسه. وهذه ملاحظة، لأن بعض الناس وسمعت بعض المقاطع وللأسف أن بعض الناس علقوا بسبب عدم فهمهم وعدم إدراكهم، يقول لك الرحمة واسعة، رحمة الله واسعة. وانظر إلى أي كلمة رحمة الله واسعة، انظر إليها بدقة في القرآن الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وفي سورة غافر الملائكة تقول: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يعني لا تتأله على الله وتقول رحمة الله واسعة حتى على المجرمين. الله سبحانه وتعالى قال: وكان الله بالمؤمنين رحيما، ليس بالمجرمين، ليس بالعاصين، بالمصرين. تقول هو لم يصلي، تقول رحمة الله واسعة، سبحان الله. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، واحد يتعامل بالربا ومات بالربا ثم يقول كذا رحمة الله واسعة، الله يرحمه، لا إله إلا الله. قل من هي الدليل؟ قال قل رحمة الله واسعة. هذا مثل حاله كحال الذين يقرؤون ويل للمصلين، بس يقول لك شوف الله قال ويل للمصلين ولا ما قال؟ خلاص آية بكبر هذه، ويل للمصلين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الصلاة، في القرآن موجود لا تقربوا الصلاة، شيء آية ثلاث كلمة ولا ما شيء؟ ولماذا لا تكمل؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ليس للذين أصروا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.